مستر سمستاوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. عندي سؤال موجه لكل بنت، وياريت تشوف الفيديو للاخر. والسؤال بيقول: هو انت ليه يا حبيبتي حاطه صورتك على الفيس؟ حطاها علشان توري جمالك للناس، ولا حطاها علشان توري شياكتك للناس؟ في كل الحالات صورتك ملكك انت طبعا، والاهلك والخطيبك اللي هو هيكون جوزك فيما بعد. يعني باختصار صورتك ممتلكات خاصة ومش عامة. واي شاب على النت بيشوف اي صورة لاي بنت بيقول حاجة من اتنين: اول حاجة بيقولها لنفسه: دي حتى صورتها، والله والله لو كانت اختي او خطيبتي او مراتي كنت طينت عشتها. وتاني حاجة بيقولها لنفسه: يا اختي والله لكلمها، ولو ما جاتش معايا سكة هاخد صورتها وهددها وابتزها. علشان كده يا ريت يا حبيبتي ما تحطيش صورتك على الفيس، وما ترسليش صورتك لاي حد في الفيس. وروحي دلوقتي يا ماما شيلي صورتك من الفيس وحطي صورة ضفدعة، ولا صورة فراشة، ولا اقولك اعملي سكرين لصورتي وحطيها، ولو حد سألك مين ده قوليله ده اخويا الكبير. وبعد اذنك انتي وهي، انا عايز الفيديو ده يوصل 1000 لايك و1000 تعليق بكلمة تم، علشان يوصل يا اختي لكل البنات اخواتك وصحباتك وحتى اعدائك. واذا وصل العدد ده انتظروا مني مفاجأة كبيرة قوي قوي خالص، وربنا يسعدكم ويستركم، اللهم امين. قولي امين يا بنت انتي وهي، قولي مستر سمستاوي.